شعار الإبداع والإقناع أعطت مديرة التربية لولاية مستغانم سرموم حاسبة إشارة انطلاق فعاليات الدورة 25 للمهرجان الوطني للمسرح المدرسي المنظم من يوم 28 جوان إلى 3 جويلية 2022. الفرق المشاركة ستعرض مسرحياتها فوق ركح دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي. مدرسة طبعاتية 25، فكانت انطلاقة المسرح المدرسي يوم 28 إلى غاية 2 جويلية بمشاركة حوالي 10 فرق مشاركة في هذا المهرجان، بعدما كان المهرجان انقطع المهرجان لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وها عودة ميمونة للمهرجان بولاية مستغانم المضيافة، مدينة المسرح، مدينة الاستقبال الطيب. فنتمنى التوفيق لجميع الوفود المشاركة في هذا المهرجان، نتمنى التوفيق للجميع وصحة وعافية وبارك الله فيك. على مدار يومين العروض التي قدمها المشاركون كانت دائما تصبو إلى تحقيق شعار الدورة اللي هو راية التربية الإقناع والإبداع، ونحن كلجنة تحكيمية نحكمهم من أجل تطوير المسرح المدرسي وإعطاء البعد التربوي والأخلاقي والسلوكي له. نتمنى إن شاء الله للمشاركين أن يحققوا نتائج باهرة ومليحة إن شاء الله لصالح المسرح المدرسي. سعيدة جدا لتواجدنا في هذه الولاية، هذه الولاية ولاية الفن والثقافة، ولاية معروفة بتاريخها العريق خاصة في المسرح، فإذا ذكرنا مستغانم ذكرنا المسرح، هما وجهان لعملتين واحدة. ترحيب رائع، تنظيم ولا أروع، يعني دمتم أنتم للإبداع عنوان. شكرا شكرا شكرا. نشكر الطاقم الإداري والثقافي وأكثرها مديرة الثانوية تاعنا، وكان حفل رائع. شكرا.